طبيب جراح علوم الناس ثانوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا حاج؟ الحمد لله يا حاج، كله زي الفل. فين في الدقي ان شاء الله؟ ان شاء الله شارع مصدق. حبيبي صدق ولا مكذب؟ عادي. عامل ايه يا حاج؟ كله زي الفل الحمد لله. انت مالك معفر لك كده يا حاج؟ بدل في نفسك لكن اما معفر ايه ومبهدل ايه؟ بس نعمل ايه بقى شقه؟ شقه بس ما كنتش معفر نفسك كده. انت كنت شغال في ايه؟ في العماله في الدنيا. عاصمة الإدارية ولا شغال في إيه ولا جايب إيه؟ عاصمة إدارية يا عم. أمال شغال في إيه أنت؟ أنا بس عايزك تخلي معاك المواس الإشارات دي. بتاع إيه دول؟ خليهم عشان أنا الإشارات عندي مش شغالة. أول ما يبقى في مطب ولا حاجة إيه تطلع المطب الصناعي. أول ما يبقى في دخل يمين تطلع الإشارة اليمين. الله. أول ما في دخل شمال تطلع الإشارة اليمين برضه. ماشي؟ تعبان ولا إيه؟ ايه دنيا انت مالك كده؟ بسم الله ما شاء الله. انا ضيف هنا يا حاج. شغال ايه؟ هاني؟ ايوه. انا شغال كهربائي. كهربائي بسم الله ما شاء الله. باين عليه. ايه باين عليه ايه؟ بسم الله ما شاء الله مدلدل كده من كل حته. انت هتديني ادبك ولا ايه؟ لا يا اخي مش هيد ادب والله، دردشه عادي يعني يا جدع. مالك انت يا اخي؟ عيب قد ابوك اهي. ما انا عارف والله، على فكره محترم. منين سنة ادب وكده وكده؟ على فكره محترمك والله. تمام. عم الحاج انت شارب حاجه ولا ايه؟ يا ابني مالك يا ابني، نركز في الدنيا. طلع الاشاره يا ابني. طلع الاشاره. طلع الاشاره اخش. طب انت تكنف ولا ايه؟ ولا في ايه بالظبط؟ ولا انت حط بس طلع الاشاره يا اخي. طلع اشاره تانيه. طلع اسمها ايه؟ طلع يمين. طيب ايه؟ طلع كفه. طلع اشاره اليمين. اشاره اليمين. ايوه طلع اشاره اليمين. اليمين اهي. ايوه. هو معانا ده وركب معانا ده؟ ركبوا معانا. خد معاك يا باشا لحد داخل الشارع. ايه ده؟ يا دي النيله يا عم شكشك. يا عم انت مفيش غيرك ولا ايه؟ يا عم الواد ده انا عارفه. يا عم انت مفيش غيرك في المنطقه. انا عارفك. قال بقول لك ايه، خلي بالك الراجل ده انا راكب معاه، مراتي كانت بتولد دلوقتي، ابني في خمسه ابتدائي. انزل عشان خاطره مش هوصلك يا عم. يا عم ده انت راجل نقطه. استنى بس استنى. تعالى. لا لا انت راجل. انت يا عم ادفع الاجره. استنى بس. مني يا راجل. يا راجل عايزين نروح الدقي. يا راجل طب استنى اوصلك. بقول لك ايه؟ طب خليك بس. ها؟ توديني فين؟ اوديك الدقي. توديني فين؟ تقول ده مش فين مجانين ولا توديني العباسيه؟ توديني فين انت؟ لا اوديك الدقي. ما انا ساعه ماشي بينا وتلف بينا فين؟ انت يا لا الله. عشان قريب جاي من كفر الشيخ. عشان قريب. شايف؟ مش شدنا الواد ايه؟ الواد دي ده طويل كفر شوف. شوف ما انت باين عليك اصلا مش طبيعي. باين عليك مش طبيعي. بقول لك ايه؟ مش لاقي عليك مش طبيعي. بقول لك تعالى كده. نزيع هون ولا منزيع؟ لا زيع. السلام عليكم. انا رايحه شبرا. 100 100 طب تمام. انت بتسمع؟ انا بدخن؟ اي أنا اللي أسكت؟ أنا حاضر. أنا أي أنا 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 هو إيه؟ أنا 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 أدب؟ لا أنت فعلا ما تحب. أنت فعلا ما تزعلش. طب خلاص ما تزعلش. أنا أقول أنا أقول بابا معلش. أنا معلش. أنا معلش. أدب أدب أنا أنا وضع سنة بيبو. انت احلى واحد في المنطقه.
احلى ثواب في المنطقه ربنا يبارك. ادم 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 امشي زي الناس امشي زي ادب ادب ما خليش اغلط فيه ادب الناس زي ما بص ما خليش اغلط فيه ادب ادب زي الجزمه كده تمشي لا لا عيب يا استاذ زي ما بقول ادب زي الجزمه انت طلعت مش هنزل ادب ادب انت ساكت انت ساكت انت مش عايزه صوتك انت اللي بعجبك اساسا انا بعد ادب انا بدي قاعد ابوس انا بموت احبسك انا كلبشك انا انت كلبشك طب بقول لك ايه وحياه امي اللي عاملها ده انا من شغل يالا ده من المعاقين ده انا من شغل يا رجل ادب ادب انت ما تعرفش انا مين اخلص يا متخلف انا 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 ما اقول يلا ايه تاني؟ المشكلة مش فاهمة حتى يلا غني أنا أبلوت الفلوس بس ليه إن شاء الله؟ إحنا لسه في أكتوبر أنا رايحة شغل لا ملوت فلوس مين؟ تعال نطلع على الاسم لا لا تعال نطلع على الاسم ده أنا هنفخك في الاسم أدلوت مفيش شيل إيدك يلا لا أديك في وشي أديك في وشي أمين أدب لا لا إيه 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 ليه؟ أنا ما بزعقش بس أديله فلوس مش هديله فلوس لما يوديني غني هيوديك شغل بس تغني معايا معلش ما هغني يلا غني بس عايز أقول لك إيه؟ ممكن ننقي مع بعض الاغنيه انا ما انا الله عندي يلا معلش تعالى تعالى انا اوه يا عم خد يا عم انزل انا ما انزل ايه رايك نزيع بس انت ايه ده انت اه شبراويه شبراويه لا شبراويه بسم الله ما شاء الله قلتك على الموبايل ده الزامل طب مش هتوديني شبرا لا وديكي اتفضلي اركبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فين في المانيا ان شاء الله؟ مانيا الروضة بشكل مانيا الروضة تحت عمر حضرتك الله بركاته معلش بقى انت زي ما انت شايف الجو عشان امتحانات وكده فالبنات معايا النهارده في التاكسي بما ان يعني معاكم ما تعرفوش انا شغال النهار والله يعني مدرس بعد الظهر التاكسي دي الصبح كده ايه يلا يا بنانيت يلا يا مستر صلة الارحام في دولتنا السلوك العام في دولتنا صلة الارحام كده انا مشطط جاب الشغل حضرتك ومشطط والله انزل ولا ايه لا لا طيب حضرتك بقى تمشي كده عاقل عشان خاطر ايه ما ينفعش طيب خلاص اخر مره ده لا ولا اخر مره صلة الارحام في دولتنا السلوك العام في دولتنا والسيره السيره والسيره ماشي يا استاذ كلام عشان ما بكلمك عمو شكله مستفز وعايز يضايقنا عايز يعطل دراستنا وتعليمنا لوزك 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 لوزك
تموت لوسي نيت ماشي يا بقول لحضرتك انا هركز خلاص في الطريق حضرتك قول لهم يلا حضرتك اديهم الدرس يلا قول لهم السلوك العام يلا 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 قول السلوك العام قول لهم السلوك العام السلوك العام يلا باشا مش هينفع كده والله ايه اللي مش هينفع والله ما ينفع مالك حضرتك متضايقني انت فاضي مش عايزك تجد بقول لك يا باشا جاي من الشغل تعبان عايز اروح خلاص خلاص ما تضايقوش يا عم هيجيب لكم شكاليتا ايوه خليتا كنت خليتا كنت خليتا خليتا لا 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 مش هينفع طب خلاص العربيه بتحود مني والله العربيه بتحود مني لوحدها والله العظيم طب لحظه واحده مش خلاص يا فندم ده مش يلا يلا نزيع ولا منزيع؟ لا نزيع نزيع؟ نزيع هذا الطعام.